صباح الخير البنات، صباح النور. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بصحة جيدة كيف ما ديما كنتمنى لكم. كيف ما شفتوا البنات، هذا روتين صباحي. غادي نشارك معكم الروتين الصباحي اللي كندوزو نهار الحد، يعني كل نهار الحد. كيف ما كتشوفوا، انا اول حاجه كنفيق، يعني كنغسل بهذا الغسول هذا لوجهي. مره كنستعمل غير يدي، مره كنستعمل هذا فوريو. بالنسبه لهذا الماسك البنات، راه غزال بزاف زوين. وعلاش؟ حيت فيه ثلاثه في واحد، فيه الغسول وفيه الماسك وفيه الكريم المرطب. كيف ما كتشوفوا البنات، غادي نغسل وجهي بهذا الكريم اللي صراحة جربته وقريب نساليه، يعني ما بقى فيه والو، بقى غير شوية. النتيجة ديالو زوينة، مهم بالمقارنة مع الغسول الاخرين اللي ديجا جربت. مهم صراحة كان واحد ديجا جربته هو اللي زوين. إلا كملي هذا، بقى فيه غير شوية، غادي نعاود نرجع ناخده وأكيد غادي نشاركه معكم. وكيف ما كاع الناس، ضروري غادي نغسل سنيناتي من بعد ما غسلت وجهي صافي، وغادي نتجه لسميتو الباقي الاشياء اللي كندير في الصباح، يعني الروتين ديالي في الصباح نهار الحد. نشارك معكم البنات روتين عادي كيف ما كندير، يعني الصباح كنوضو ضروري غادي تطرفوا. انا البنات الروتين الاسبوعي كنديرو نهار السبت كيف ما قلت لكم في الفيديو من قبل، يعني الشقا وداكشي تاع التخمال والتسياق وهذا كنديرو نهار قبل. نهار الحد كنخليه يكون خفيف باش يكون روتين خفيف، وكذلك يبقى ليا باش نرتاح فيه، وكنشل فمي بهذا الغسول كيف ما شفتوا. صافي البنات، من بعد ما كنغسل وجهي، كنغسل سنيناتي، كنجي كنوجد الفطور ديالي على حساب النهار. كاين نهار الحد اللي كنكون انا والزوج ديالي، وكاين نهار الحد اللي كنكون بوحدي على حسب الخدمه ديالو. صافي، يعني كل نهار الحد كندير على حسب شنو اللي متوفر عندي في الدار، يعني ما اللي عندي في الدار، يعني مره كندير اتاي، مره قهوه، مره حليب وقهوه، مره حليب وشكلاط، يعني اللي كان متوفر. ولكن غالبيه الاحيان يعني كندير اتاي ولا حليب وقهوه. صافي، وهادو بطبيطات خديجه خدمتهم، عجنتهم ودرتهم في الفريغو. انا البنات كنعجن بزاف وكندير في الفريغو، يعني بالنسبه للناس اللي خدامين راه ضروري غيديروا هاد الحوايج، انهم يصايبوا الحويجات الخبز كلشي ويديروا في الفريغو باش يكون السيمانه كامله ما تبقايش تعجني. كل نهار كندير الخبز ديال السيمانه ولا ديال 15 يوم وكنحطو في الفريغو. صافي، كناخذهم كنسخنهم في الفران وكنحط داكشي اللي قسم الله. واكيد الحريره ديال الزرع، ديال الشعير، سمحوا لي، ديال الشعير. مره كندير ديال الزرع، مره ديال الذرة، مره على حسب، مره ديال الشوفان على حسب اشنو اللي متوفر عندي. صافي، وغادي نفطر وخليكم معايا ان شاء الله مع باقي الروتين. البنات، من بعد ما فطرنا الحمد لله، اللهم ادمها نعمه، كنجي لبيت النعاس باش نبدل ليها الفراش. من بعد ما حيدت داك اللي كان عليها، حيدتو سلسله مضربه وهكا، ودوزت لاسبيراتور من فوق منها، كنجي باش انني نفرش فراش اخر. نشارك معكم البنات هاد لاكويت، هاد لاكويت خديتها في مارتيل، في مارتيل في الشمال،
تقريبا شي 350 درهم. والصراحة الكاليتي ديالها احسن من دوك اللي كاينين في لي غون سيرفاس، حيت ديجا كنت بغيت نشريها كنمشي دائما لي غون سيرفاس كنلقى الكاليتي ماشي هي هذيك. بالنسبة لهاد الكوفر اللي هذا اللي كيدخل فيه لاكويت، هذا خديته يمكن ما عرفتوش من علي اكسبريس ولا من شين، ما عقلتش حيت خديته عند واحد السيده هي اللي عند من خديت، اللي هي كتشري من هاد لي سيت هادو كتبيع. المهم كنت قلت ليها كوموندي ليا وكومونداتو ليا، الصراحه زوينه بزاف وكنشكرها من هاد المنبر. وبالنسبه لهاد المخيد، عنده المخيدات، عنده ليزر اللي كيتفرج في التاي، عاد هذا اللي كيدار فيه لاكويت. بالنسبه لاكويت كيف ما شفت البنات ترى الكاليتي ديالو زوينه احسن من ديال هادوك اللي كيتباعوا في لي غون سيرفاس. هذا خديته في مارتيل، المهم مشيت لديك البلاصه خصيصا باش ناخذ لاكويت. هكا كيجي ليزر الاولاني اللي فرشت من الفوق ديال المضربه، عاد غادي نحط المخدات وغادي نحط لاكويت، وخليكم معايا نجمع البيت نعاس نقادها وراكم معايا ان شاء الله، خليكم حتى لاخر فيديو. لاستيس البنات بغيت نشاركها معكم. هنا عندي الورد، الورد كان عندي الورد عادي، ومن بعد بقى تفرتت صافي، بقى ليا هكا حتى قصاح، وبقاو هاد الوريضات بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. انا ما كنلحومش بطبيعه الحال، كنخوي عليهم شويه ديال البارفان ديال اللي عندكم ديال الورد اولا ديال الفاني. انا درت هذا ديال الفاني اللي كنعطر به الجو ولا الفراش. صافي كنبقى ندير هكا شويه وكندير نعطر شويه، وعاد من بعد كنكمل اللي بقى عندي ديال الوريقات وكنزيد فوق منهم هاد العطر، كيعطي واحد الريحه زوينه زوينه في الدار. كتحطوها اما في الكوزينه ولا في هنا فوق السيجور ولا في اي بلاصه بغيتوها، كيعطي واحد الريحه زوينه زوينه بزاف. كتبقى دوك الورود كيشدوا ديك البارفان وكيبقاو يعاودوا يطلقوها، كيجيو زوينين وحتى في المنظر كيجيو رائعين. قلت علاش لا نشاركها معكم. صافي البنات، من بعد ما قديت بيت النعاس ديالي ضروري ضروري نعطر الفراش كل مره باش من البارفان، باش كنعطر يا اما ديال الجو يا اما هادو نيت اللي كنستعملو. هادي ديال الزوج ديالي ديال العود، كتعجبني بزاف بزاف بحال بخرتي العود، وكنبقى نرش بحال هكا. ضروري البنات تعطرو، صدقوني الا كنتو كتعطرو الجو يعني الدار كيكون فيها واحد الريحه، انتم براسكم كتحسوا بواحد الاريحيه في النفسيه ديالكم، واكيد كيأثر في النفسيه ضروري ضروري غادي تأثر في النفسيه انكم الى شتو الدار معطرة. صافي كيف ما شفتو دوزت للسيجور تا وقديتو، كندوز للغدا باش نجمعو نطرفو كلشي وندوزها بواحد التجفيفه خفيفه، وعاد غادي ندخل ندوج. المهم كيف ما شفتو البنات الغدا غادي نصايب الكرامار معمر بالروز وخيزو اللي ديجا سلقتهم. الكرامار تا هو راه سلقتو نص سليقه صافي، وهاد لاصوص وغادي نجمعو في هاد المول ولا هذا على حساب شنو. وعندي هنايا الرايه غنديرها مع لاصوص تا هي بوحدها، خليكم معايا حتى تشوفوا الطريقه.
بعد ما ساليت الغداء درتو في الفران. المهم غادي ندوز نصايب واحد العصير فيت في اللي ساهل بزاف، كنحتاج الخس وكذلك السبانخ، كنجيبهم بكثره وكنغسلهم وكنديرهم في الفريكو وكيبقاو عندي لمده اطول. غادي نهز شي وريقات نزيدهم على هذا الخس، وغادي نقطع جوج كيويات وجوج بعويدات وتفاحه وكذلك المعلقه ديال العسل اولا ديال سنيده على حسب المتوفر عندكم والماء. صافي كندوزو في الخلاط، كيجي رائع جدا البنات صدقوني، يعني واعر واعر هذا العصير وصحي في نفس الوقت. صافي من بعد ما ساليت الغداء والعصير، في هذه الاثناء دخل الزوج ديالي ودخل بهذا الباقه ديال الورد اللي كنشكرو بزاف بزاف، عارفني عزيز عليا الورد وديما كيجيبو. المهم كيف ما شفتوا جاب هكا منوع، يعني الوريضات وهذا كلشي جميع الانواع ديال الورد. صافي وحط شديته عنده هكا ودرته في الفاز كيف ما كتشوفوا. مهم فيه هاد الوريضات هادو، فيه هاد الصفار، فيه جميع، المهم فيه جميع الاشكال. قطف كاع الوريضات اللي عندهم في الدار وجابوا لي. المهم درته في الماء مع السكر وهكا كيجي. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. صافي البنات من بعد ما ساليت الغداء دوزت واحد التشفيفة خفيفة وجيت نوجد البيجامة ديالي والماسك مشيطار وحاب باش ندوج وغادي نحط الغداء. اكيد غادي نشارك معكم ونسد لكم الفلوق ديال الروتين صباحي، نتمنينا الاعجاب ديالكم. خدوي اللي كنستعمل بالنسبه لهاد جيل دوش كيعجبني بزاف حيت فيه ريحه الخوخ وانا نموت على الخوخ كما بالنسبه للناس اللي عرفوني. هاد جيل دوش البنات زوين بزاف من هاد الشركه ديال ماريا، راه قريب لي تيسالي وكنستعمل حتى هذا ديال ليفيا زوين فيه ريحه ديال الليمون، ولكن غالبا كنستعمل هذا ديال الخوخ. وكذلك عندي الشامبان ديال البنات اللي دايرين البروتين كنصحكم به، صراحة هو أرخص واحد كيدير 25 درهم في كونسيل فاس، وكيما كتشوفو راه كاينة فيه الطريقة باش تستعمليه. بالنسبة ليا أنا دايرة البروتين، داكشي علاش خديتو، حيت ضروري إلا درتي كراتين بروتين ضروري تاخدي شي شامبوان لي سونسيل فات كيفما كتشوفو. هاد سونسيل فات هاد سيلفات حيت كيحيد ليكم المفعول ديال داك البروتين ولا التانين ولا المهم اللي درتو لشعركم، داكشي علاش كينصحوكم مالين الصالونات انكم تاخدو شي شامبوان ما يكونش فيه سيرفون. ضروري تقلبو على هاد المعلومة البنات بالنسبة للبنات اللي دايرين البروتين. صافي وغادي نشارك معكم كذلك هاد لاموس اللي كان حماق يعني مرتبة باش خديتها ونستعملها بعد ما كتغسلي كلشي كدوزيها اما يعني اما تغازي بيها او لا دوزيها كتبودر كتشلي. صراحة
لحد الان مفعول عادي، ماشي زوين، وانما كيرطب، كيعطي واحد الرطوبيه وريحه زوينه ديال الخزامه. هذا اللي وريتكم ديال الليل، وهذا ديال النهار. الا بغيت البنات ندير معكم روتين ديال العنايه بالبشره، اللي برودوي اللي كنستعملوا هذا، خليوا لي التعاليق ان شاء الله اكيد غادي نشارك معكم هذا الروتين الا بغيتوه بطبيعه الحال. صافي البنات، هنا غادي نسالي معكم الفلوق. صافي ساليت التدويشه ديالي، الروتين ديال البشره وهذا، ومشيت شعري وكل شيء ساليت، وحطيت الغداء ديالنا البسيط انا والزوج ديالي. هذا هو العصير اللي شاركت معكم، كيجي رائع، اكثر من رائع بالنسبه للناس اللي عندهم مصرره زوين اليوم، حيت ما فيهش الليمون ما فيهش الحليب. وهذا وهذه الرايه اللي درت مع لاصوص، وهذه الشليضه ديال الرز وخيزو، وكذلك هذا ديال كراميل الرز اللي عمرته بالرز. صافي، وهكا كيكون الغداء ديالنا البنات. نتمنى هاد لا فيديو تكون خفيفه ظريفه عليكم، وما تنساوش البنات ديروا لي لايك، تخليوا لي التعاليق، تخليوا لي الافكار اللي بغيت نشاركها معكم، روتينات فلوغات، طابخ اللي بغيتو.